بسم الله والابن والقدس الواحد امين. احنا وصلنا لاخر كنيسه في الاصحاح الثالث، اسمها كنيسه اللاودوكيين. كنيسه اللاودوكيين زي ما اخذنا في كل كنيسه يبتدي يقول المسيح لنفسه صفه، والصفه تتناسب مع مشكله الكنيسه، وبعدين يقول العيوب اللي فيها او المميزات الاول، وبعدين يقول العيوب، وبعدين يقول النصيحه، في الاخر يقول الوعد. ده السيستم بتاع كل الكنائس. الكنيسة دي أسوأ الكنائس روحيا، ولذلك مش مفيهاش مدح، مش هيمدح، هيبتدي يقول لها انت فيك العيب الفلاني على طول. الأول نعرف كنيسة لاودوكية دي كانت ايه ظروفها تاريخيا. دي كنيسة من الكنائس الموجودة في تركيا، واندثرت حاليا، جالها زلزال سنة 60 ميلادية، يعني اتشالت من على الخريطة بالزلزال ده، تهدد. والكنيسة دي بلد ونفس مدينة لاودوكية، ده واحد يعني امبراطور في روما بنى المدينة على اسم مراته، مش مهم اسمه، لكن هو بنى المدينة على اسم مراته، يعني مخلد المدام. ده طبعا شيء كويس، زي واحدة زعلانة مع جوزها وتقول له يعني شفت فلان حوش مبلغ كبير عشان يبني بيه كنيسة على اسم مراته، أول ما ماتت راح بني كنيسة وطلب من أبونا كان اسم مراته على اسم قديسة، عمل كنيسة على اسم مراته. شايف الحب؟ قال لها يا فندم أنا مجهز الفلوس في البنك بقالي مدة، بس حضرتك معطلة المشروع. يعني لو ربنا يسهل هعمل لك كنيسة على اسمك بكل فلوسي، بس شدي حيلك. فده أحد إمبراطور بنى الكنيسة على اسم مراته، كان اسمه لاودوكية، مراته اسمها كده. معنى كلمة لاودوكية معناتها حكم الشعب، معناتها من لاو ودوكية، الاتنين بيجوا شوية في اليوناني، بنقولها برضه في القداس القبطي لأن القبطي قريب على اليوناني، من لاوس، لاوس اللي هو الشعب، وزوكية دي خن خن أوزيكي أوسيني، يعطي كل واحد كنحو أعماله. معناتها الشعب يحكم، ودي تاريخيا هتمثل، لو خدنا في تفسير احنا نقول ان السبع كنايس بتمثل كنايس العالم على 7 مراحل، دي هتبقى اخر مرحلة قبل مجيء المسيح التاني، علشان كده بيسميها كنيسة حكم الشعب، يعني الشعب هو اللي هيقول نعمل ايه في الكنيسة. للأسف المفروض النظام ان ربنا يقول كده صح وكده غلط، واحنا نمشي تبع ما يقوله ربنا، لكن في اواخر الايام واحنا بدأنا هذه الايام اننا نقول رأينا في الكتاب المقدس، نقول الكلام ده ما ينفعش والكلام ده ينفع وكده اصح، وده كان ينفع زمان وده ما ينفعش دلوقتي، ونعدل. قلت لكم مرة قابلت واحد في المطار لابس شورت كده ولابس خاتم كبير، وقال لي انا بطرك، انت ايه؟ قلت له انا صغير، انت بطرك في بوسطن. بقول له بقى انت متجوز على كده؟ البطرك عندكم بتتجوز؟ قال لي لا انا يعني هوموسيكشوال. قلت له هوموسيكشوال؟ طب انت مش عارف ان بولس الرسول قال كده غلط؟ قال لي اه، ما انا قلت لكش، احنا عندنا الانجيل الخاص بتاعنا، كل الحاجات الخاصه بالجنس دي شلناها، دي حاجات بيرسونال، ما صحش الكلام ده. تحب ابعت لك طبعا من الانجيل بتاعنا؟ قلت له شكرا. فطبعا ابتدينا راي الشعب يقول الكلام ده ينفع الكلام ده ما ينفعش. فده معنى اسم الكنيسه حكم الشعب. والكنيسة دي هتكون ضعيفة لأن هيحكمها الشعب مش هيحكمها الله. وده بيفكرنا بصموئيل، لما كان صموئيل هو اللي بيحكم الشعب، أو الله بيقود الشعب من خلال صموئيل، فالشعب اليهودي زعل وراح لصموئيل وقال له احنا عايزين يبقى لنا ملك زي ملك بقية الملوك، احنا عايزين احنا يبقى لنا ملك. فراح صموئيل زعل قوي، قال له ما تزعلش، دول مش رفضوك انت، دول رفضوني حكمي انا، خلاص اختار لهم ملك. واختار لهم شاول، وشاول بعد كده تعبهم ورجع ربنا اختار هو بقى داود. فدي تمثل حكم الشعب. المدينة بتاعت لاودوكية دي كانت مدينة تجارة وكانت غنية، وكان فيها تجارة صوف الأغنام، فكانوا يبيعوا صوف الأغنام بمبالغ غالية، فلذلك كانوا أغنياء. حتى لما الزلزال هدها سنة 61 ميلادية، يعني بعد حوالي 30 سنة من المسيح، الإمبراطور الروماني حب يبنيها على حسابه، بعتوا له وقالوا له إحنا أغنياء ونقدر نبني مدينتنا على حسابنا، ما فيش داعي تبنيها على حساب روما. من هنا المسيح استعمل نفس صفات الكنيسة
ان هم بيقولوا احنا اغنياء، وقال لهم انتوا بتقولوا ان انتوا اغنياء وانتوا ولا اغنياء ولا حاجه، واخدين بالكم؟ كانت الصفه دي يعني المسيح ردها لهم بعد 30 سنه وقال لهم انتوا بتقولوا ان انتوا اغنياء ومش عايزين حاجه من حد، ما ده عيبكم، عيبكم روحيا ان انتوا فاكرين نفسكم عارفين وانتوا مش عارفين حاجه. كانت المدينه دي تتميز بالعلم وخصوصا الطب، في وبالذات في فرع الرمد اللي هو طب العيون، ولدرجة انهم كانوا يعني نابغين في طب العيون. فعشان كده المسيح برضو في الكنيسة دي وهو بيعاتبها قال لها انت شايف نفسك شايف وانت الحقيقة اعمى، انتوا ما بتشوفش، كحل عينيك بكحل، ده انتوا فاكرين نفسكم عارفين، ده انتوا مش عارفين حاجة. استعمل نفس الصفات كانت موجودة فعلا في الكنيسة. يقول لها في بداية الكنيسة واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين هذا يقوله، اقروها معايا كده، لا تتقري الآمين، وهنا في اتنين آمين، في أمين وفي آمين، عشان هي في اللغة اليوناني أصلا مش دي يعني كلمة الآمين الأولانية دي مش العربي، يعني تتكتب AMEN أمين، اللي هي احنا بنستعملها في القداس بالقبطي وباللغات ونقول آمين 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 آمين، يعني إيه؟ حقا حقا حقا، مش كده؟ يبقى امين هنا بمعنى الحق، فادى نفسه صفه الحق، هذا يقوله الحق، ممكن نشيل الامين دي ونحط كلمه الحق. يبقى المسيح ادى نفسه صفه الحق، ليه بيقول على نفسه صفه الحق؟ لان دي كنيسه اواخر الايام اللي مش هيحكمها الحق، هيحكمها راي الناس، هتبتدي تقول الحق اهو، فالمسيح بيقول لهم انا بقى الحق وانا جئت لاشهد الحق. المسيح قال كتير عن نفسه، انا هو الطريق والحق، انا الحق، فسمى نفسه صفة يعني تتناسب مع مشكلة الكنيسة ان هم عاملين نفسهم بيفهموا وابتدوا يقولوا الحقيقة لهم، انا الحقيقة، كل ما هو تاني ركزوا معايا، كل ما هو تاني باطل. سوري، اهلا يا ازي صح، اهلا بيك، ازي صح، سوري لقيتكم كلكم بصيتوا، انا عايزكم مركزين معايا. انا هو الامين، امين يعني انا الحق، حق يعني ايه؟ في باطل وفي حق، فانا بقى الحق، ركزوا معايا. المسيح اللي بيقول ركزوا معايا، انا هو الحق، مش ركزوا مع ما يقوله العالم ويدعي انه حق، كل ما في العالم اباطيل. هذا يقوله الامين والشاهد، هذا يقوله الامين والشاهد. التانية بقى مش زيها، التانية الامين، واخدين بالكم؟ يبقى الاولانية امين حتى بصوا عليها مادة في العربي، والتانية الشاهد الامين اللي بيشهد بامانة. طب والمسيح شهد لإيه؟ المسيح على فكرة كلمة أمين دي إحنا بنستعملها بمعاني كده، يعني مثلا نقول إيه؟ أما واحد يصلي ويقول أمين معناها إيه؟ يعني استجب يا رب، أمين استجب. ممكن نقولها مثلا في الوعد الإلهي، لما يكون في وعد إلهي نقول أمين، المسيح يقول أنا معكم، نقول وهو أمين، يبقى في اخر القداس ابونا يقول بخريستوس بنوتي، نقول ايه؟ ايه امين السشوبي دي؟ يعني حقا يكون، بمعنى ايوه بنصدق على كلامك، وبمعنى الحق الحق، يعني امين 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 زي ما يقولها في القداس. والشاهد المسيح شهد لايه؟ اول حاجه شهد لنفسه وشهد عن علاقته بالاب، خلوا بالكم الامين شهد، قال انا في الاب والاب في، شهد عن علاقته بالاب، وشهد ان العالم في الشرير، بيقول هم العالم بيكرهوني ليه؟ لاني جئت لاشهد ان العالم في الشرير، يعني بالنسبة. جئت لاشهد ان العالم في الشرير، عشان كده العالم بيكرهني. وليه العالم بيكرهني؟ لان بمجيئي شهدت ان العالم ده كله ضلال وان العالم ده كله شر. فالشاهد الامين الذي يشهد بصدقه، جئت لأشهد عن العالم أن أعماله شريرة. المسيح لما جه بر هو وضح شر الكتبة والفريسيين، عشان كده كانوا بيكرهوه. لما يكون واحد ماشي غلط ويجي واحد تاني موظف جنبه أمين، يقوم يبان إن التاني كان غلط، ما في حاجة كانت غلط. واحد مثلا ماسك محل والفلوس اللي داخلة قليل، مفيش، يتغير واحد ويجي واحد تاني الدخل يكتر والناس هي هي، يبقى في إيه؟ فأس الأولاني. نوضح، المسيح لما جه ببره قام وضح إن اللي قبله قبل كده ما كانش أمين، فبيقول أنا جئت لأشهد بأمانة.
يلقب نفسه بصفة تتناسب مع مشكلة الكنيسة، اللي هي مشكلة الكنيسة في أواخر الأيام اللي هي تمشي ورا الباطل، مش بتصدق الحق، بتصدق الكذب. هذا يقوله الأمين والشاهد الأمين الصادق، برضو الصادق بمعنى يشهد بصدق. بداءة خليقة الله، بداءة خليقة الله دي في الترجمة تترجم أرشي، وأرشي زي ما بتسمعوا أرشي دياكون وأرشي إرفس رئيس كهنة، أرشي يعني رئيس، وإحنا حتى بنستعملها في لغتنا العادية في القداس، يقول لك وكان يرأس القداس قداسة البابا جرس القداس مش عارف الأنبا مين. يرأس القداس دي معناها إن إحنا وإحنا كلنا موجودين مع بعض في القداس، هو يرأس القداس يعني إحنا كلنا زي بعض، ولا هو الكبير؟ هو الكبير. كلمة أرشي خليقة الله معناتها بداءة خليقة الله، ومش معنى كده ان هو مخلوق، لان دي خدوها وخصوصا شهود يهوه والناس اللي قاعدين يقولوا ان المسيح مش مساوي للاب، ان بدء خليقة الله او بداءة خليقة الله يعني اول واحد اتخلق. لا، هي ما تتفهمش كده، هي بس فرق عربي. تتفهم ايه؟ هو اللي منه بدأت الخليقة. تاني تتفهم؟ منه اللي بدأت الخليقة، هو أصل الخليقة. زي يوحنا الحبيب نفسه لما كتب في إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان كل شيء به كان، وبغير لم يكن شيء مما كان. فبداية خليقة الله مش معناتها البداية، عشان دي حتة بتتهاجم بيها الكنيسة ويقول لك أهو يبقى المسيح مخلوق، خصوصا شهود يهوه عايزين يقولوا المسيح ده أقل من الله. ولكن هي بالرجوع للغة الأصلية معناتها أرشي خليقة الله، يعني الخليقة كلها جت منه، معناها كده بداية خليقة الله. وحتى تلاحظوا الآية المعروفة بتاعت رأس الحكمة مخافة الله، مش كده؟ تلوها في ترجمات تانية متقالة ازاي؟ بدء الحكمة مخافة الله، عشان يقول ان حسب الترجمة، يعني الترجمة العربية تيجي بمعنى كده او كده، مش معناها ان هو واحد مخلوق. بداية خليقة الله، انا عارف اعمالك، بيقول للكنيسة دي انا عارف اعمالك. وكلمة انا عارف اعمالك دي مش ميزة هنا، لان هو اعمال وحش، فزي ما واحد رئيس يقول له انا عارف كل حاجة، انا عارف كل العك اللي انت بتعمله، او واحدة تقول لجوزها انا عارفة كل حاجة، معناها ان انا عارفة كل حاجة غلط بتعملها. فهو هنا في كنايس تانية يقول له أنا عارف أعمالك، ممكن تكون أعمال خير في الخفاء، هنا أعمالك الوحشة. أنا عارف أعمالك، ما دخلش في امتداح. تلاحظ في الكنيسة دي كل كنيسة يقول له أشكرك على كذا وأشكرك على كذا، ولكن عندي عليك هنا ما فيش، دخل على طول في العتاب. أنا عارف أعمالك، إن فيك مشكلة، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست بارد ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. مشكلة هذه الكنيسة هي مشكلة روحية بتكون عندنا كلنا، الفتور الروحي. عارفين المية لما تكون ساقعة ممكن الواحد يشربها، أو لما تكون سخنة ممكن تشربها، أو أي مشروب عادة بنشربه ساقع قوي أو سخن قوي، إنما الفاتر ده يقلب البطن ويتعب. فهو بيقول له حالتك الروحية فيها التشبيه ده، يا ريتك كنت وحش في الخطيه. الاشرار عارفين انهم اشرار، واول ما تقول له توب يقول لك انا فعلا وحش وعايز يتوب ويتوب. ان والابرار هم ابرار، انما اللي فاتر ده حالته الروحيه ايه؟ اللي فاكر نفسه كويس وهو مش كويس، وده اوحش حاجه. طب الفطور ده يعني لو خدنا على الميه مثلا السخنه والساقعه او المشروب، ازاي يوصل لحاله الفطور؟ يا اما المايه كانت بتغلي وتثبت شويه قامت حصل لها ايه؟ بردت، مش كده؟ يا اما المايه كانت بارده وابتدينا نسخنها وسخنا شويه وقلنا كفايه كده، كانت درجه حراره 15 سخناها مثلا لغايه 40 ومكملناش، ففضلت كده فتره. واخدين بالكم البرود يعني الفطور بيجي منين؟ يا اما مايه سخنه قوي، زي واحد كان قديس قوي ومع الوقت بطل فالحرارة الروحية نزلت شوية شوية، أو كان بعيد خالص فابتدى يقرب، يدوب بقى يجي الكنيسة، بس بقى يجي الكنيسة اكتفى بكده وقال لك الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، دلوقتي بقيت باجي. طب ما انت كده ما عملتش حاجة.
انت بدل ما كنت بتكذب وتشتم بره بقيت بتيجي بتكذب وتشتم في الكنيسه، بدل ما كنت بتتخانق مع الناس اللي بره جيت لنا الكنيسه علشان تتخانق، جيت بمصايبك يعني وبس، واكتفيت بكده وقلت الحمد لله انا كده بقيت كويس. لا، انت كده وصلت للمرحله الغلط اللي هي الفتور. يا ريتك ما جيت، يا ريتك كنت بعيد، كنا اول ما هنقول لك تعالى هتيجي للمسيح بجد. ففاهمين الفكره؟ يقصد يقول له ايه؟ انت بارد، ومصيبه ان انت سواء كنت قديس او الحراره نزلت، او سواء كنت يعني العكس، لكن المهم ان انت حاليا فاتر. حالتك ان انت فاكر نفسك كويس وانت مش كويس. هكذا لانك فاتر ولست بارد انا مزمع ان اتقيأك. واحد زي يهوذا ده كان مع المسيح، وكان بيصلي كل الصلوات معاهم ويشوف كل المعجزات، ده اسمه ايه؟ حار ولا بارد؟ فاتر. ينطبق عليه الحالة دي. اهو انت يعني هيقول لك يا ريتك تقرب للمسيح وتمشي معاه، يقول لك ما انا طول النهار معاه، انت عايز ايه تاني؟ طب احنا عملنا ايه؟ انت معاه شكلا ولكن قلبك مش معاه، فانت في حالة فتور شديد، بس بالاسم موجود جوه الكنيسة، او بالاسم ماشي مع المسيح على طول رايح جاي معاه، ولكن انت عندك حالة برود داخلي وسخونة خارجية، يعني منظرك بارد. فاكرين الكنيسة دي؟ في اول ما قلت مقدمة بتاعتها قلت ان الكنيسة بتاعتها كانت غنية، كان عندها بيبيعوا وبر الصوف فبيبيعوا، وحاسين انهم اغنياء جدا. حتى لما حصل زلزال سنة 60 ولا حاجة و60، وجه الامبراطور يبنيها على حسابه، قال له احنا متشكرين، احنا عندنا فلوسنا، احنا مش عايزين حد يبني لنا، احنا نقدر نبنيها على حسابنا. فالمسيح هنا راح استعمل اللي هم قالوه من 30 سنة، جاي النهاردة بيقول انت غني وقد استغنيت. تيجي تقول له نصيحة يقول لك على فكرة انا عارف كل حاجة، انا حافظ الانجيل كويس خالص. تحب اقول لك الانجيل بيقول ايه؟ طب انا هعمل ايه معاك؟ مش عارف، انت عامل نفسك عارف. فبيقول له هنا ايه؟ لأنك تقول أني غني وقد استغنيت. هو استعملها من الصفة اللي حصلت معهم لما كانوا في عهد بناء البلد، إنما هي روحيا تنطبق على شو؟ أقول لك أنا مش عايز نصيحة من حد، أنا عارف كويس أوي المفروض أعمل إيه، شكرا وفروا كلامكم، أنا كويس جدا، أنا حالتي أنا عارف إيه اللي المفروض يتعمل وإن شاء الله هعمل كل حاجة، عشان كده ما بيسمعش لحد. إنك تقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. بص بقى، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. يا نهار أبيض، ده يعني سلخه جامد قوي. أنت فاكر نفسك عارف وأنت شقي وبائس فقير أعمى عريان. لاحظوا قال له أعمى وعريان. عريان ليه؟ لأن المدينة دي كانت بتصدر الصوف. أنتوا فاكرين نفسكم أنتوا اللي بتصدروا الصوف؟ ده أنتوا عريانين. فاكرين نفسكم الطب كان عندكم؟ كانت المدينة دي كانت مشهورة بتقدم طب العيون. طب انتوا بقى عميان. استخدم الحاجات اللي هم بيتفخروا انها كويسة عندهم وقال لهم انتوا ما بتفهموش حاجة. ودايما على فكرة اللي يقول لك انا عارف كل حاجة مش عارف اي حاجة، زي ما يجي لك واحد يقول لك اشتغل اي حاجة، انا شاطر في كل حاجة، تعرف انه ما بيعرفش في اي حاجة. يقول لك انا بعرف في الصنعة دي، ماشي يعرف في الصنعة دي، انما اللي بيفهم في كل حاجة ده يقول لك انا عارف قوانين البلد، اصل انا هنا من زمان. يحضرني موقف، كان واحد بيقول لي لسه جاي جديد بس حابب يديهم درس، انا عارفين كل البلد، اصل احنا هنا من زمان، انت جديد مش فاهم حاجه معلش. قال له طب معلش، ايه رايك اللي بيشتغل ممكن اخد رخصه سواقه سنه ولا سوق قد ايه؟ قال له سنه واحده بس، رخصه دوليه وتسوق سنه. قال له طب يعني مفيش قانون مثلا لو انا جاي من صاحب العمل ان اسوق بيها مؤقتا لغايه ما اطلع؟ قال له مفيش حاجه اسمها كده. فكان هو مطلع الرخصة دي، رخصة ب5 سنين. قال له طب ايه رأيك في الرخصة دي؟ قال له ايه ده؟ قال له اه يعني انت مش عارف بقى، ما هو فزلكة ان كل واحد عامل نفسه انا اللي عارف، اصل احنا اللي قدام، احنا اللي فين، انت مش فاهم حاجة. على فكرة اما تحبوا تسألوا على اي معلومة اسألوا على المعلومة من مصدرها، عايز تروح لمحامي مش تقول لك انا سامعين بيقولوا كده الإقامة صح. سامعين من مين؟ من واحد مش فاهم حاجة؟ ما يسوحك. فهو هنا بيقول له انت عامل نفسك عارف، انت ما انتش عارف حاجة. ودايما اللي بيدعي المعرفه اول واحد يقول لك اصل انا، تعرف ان في البلاله مش عارف حاجه،
انت مين انت؟ عارف منين؟ تيجي الواحد وتنصحه روح يقول لك انا عارف كويس جدا، انا عارف ايه اللي يتعمل. خلاص انت عارف، انت عارف. فهو هنا مسكه زي بالظبط سلخه، قال له انت تدعي المعرفه، وبص الصفات اللي قالها فيه كم واحده وحشه، بائس، شقي، فقير، اعمى، عريان. زي ما المسيح جه للكتب والفرسين قال لهم المصيبه ان انتوا عاملين نفسكم عارفين كل حاجه وبتعلموا الناس، بتعلموا الناس ايه؟ ما انت المصيبه ان انت عامل نفسك عارف. ولاحظوا ان احنا اللي بيقول لك انا عارف، قول له على فكره الانجيل ليه مبادئ عكس مبادئ العالم، علشان كده العالم بيكرهنا وما بيفهمناش. ليه؟ عشان احنا ماشيين عكس التيار. الانجيل عايز طهاره، العالم كله عايز نجاسه. الانجيل عايز مثلا في الفلوس، ايه راي الانجيل ايه في الفلوس؟ فلوس تحت رجليك، كانوا يبيعون فلوسهم ويحطوها تحت اقدام الرسل. طب ايه راي العالم في الفلوس؟ نموت بعض عشان فلوس، نتخانق، مش كده؟ فلوس. طب راي العالم ايه؟ فلوس حطها تحت رجليك، دي اخر حاجه تفكر فيها. طب راي العالم ايه في الاعداء؟ نحبهم وننتقم منهم ونتلذذ بالانتقام والقصاص، ولا نعمل ايه؟ نصلي لهم ونسامحهم. الله، طب ما العالم كده مش اللي احنا هنعجب، يعني اللي هنعجب ولا هيعجبوا بينا، هيتخانقوا فينا. لان انت جاي تقول ايه؟ جاي تقول لنا الاعداء دول نصلي لهم؟ انت فاهم ده معناها ايه؟ كل ما بدأنا عكس. فهو هنا بيقول له انت فاكر نفسك عارف، طب انت ما انتش عارف حاجه خالص، انت اعمى وفقير وبائس ومسكين وعريان وشقي. بس المسيح بقى ايه، حس انه قرص عليه قوي، يعني كده هو مسكه اداله جامد قوي، فراح يطبطب عليه بعدها يقول له ايه، ولست تعلم انك انت اشير عليك. اول حاجه ملاحظه في كلمه اشير ان بحنيه بقترح عليك، انت صحيح عامل نفسك عارف وانت ما انتش عارف حاجه، اقترح عليك. طب ما تأمره، ده يعني اسقف وكنيسه وانت المسيح، تأمره. المسيح لا يفرض ابدا، يجي لك في عز ما انت واقع يقول لك بقترح عليك. اقترح عليك معناها ايه؟ هانذا واقف على الباب واقرع، ان فتح بي احد ادخل، ان فتح، وان ما فتحش همشي. عارفين في سفر النشيد لما قال حبيبي تحول وعبر، انا واقف وعمال اقول افتح يا حبيبتي يا كاملتي، قالت له ازاي افتح وانا رجلي خلاص غسلتهم مش هوسخهم تاني، مش معقول اطلع وافتح. قال لها تحول وعبر خلاص وخاطر. وبعد كده خرجت مسكوها ضربوها الحرس الطائف، ده سفر النشيد، اللي هم الشياطين مسكوها النفس البشرية بعد ما المسيح قال لك تعالى، وانت ما رضيتش تيجي انت حر بقى، هسيب نفسك للضياع. فهو هنا بيقول اشير عليك، انا بقترح عليك أن تشتري مني ذهبا، ذهب مصفى بالنار، يعني ذهب نقي. الذهب النقي دايما بيشير لكلام الكتاب المقدس، كفضة كلام الرب، كلام نقي، كفضة كالصوفية سبعة أضعاف. أنا بقترح عليك تقرأ الإنجيل، أنت عامل نفسك ما أنتش عارف كل حاجة، طب اقرأ الإنجيل هتعرف رأي الكنيسة إيه في كل حاجة، رأي الكنيسة إيه في الزواج، رأي الكنيسة ايه في الطلاق. اصل الكنيسة دي كنيسة اواخر الايام، فهتبتدي تقول مفيش حاجة اسمها كده، احنا اللي هنحكم مش الانجيل اللي هيحكم، مش الانجيل اللي يقول لنا امتى نطلق وامتى ما نطلقش، احنا نطلع قوانين على مزاجنا. مش الانجيل يقول الجواز يكون ازاي، ده احنا ممكن نجوز زواج مثلي. مش الانجيل اللي يقول نعمل ايه في المال، ده احنا لازم المال نتعامل معاه كده. بيقول لك اذا كنت فاكر نفسك عارف ارجع للانجيل، شوف الانجيل هيقول لك دي ايه. الانجيل اللي هو مش انت هتالفه على مزاجك، زي الحكايه اللي حكيتها في الاول اللي هو شال الحاجات اللي مش عاجباه من الانجيل. في ناس كده بتصفي الانجيل وتطبع طبعه مخفضه فيها بس الايات اللي هي عايزاها وتشيل كل ما هو مش عايزه. ارجع للانجيل. عشان كده الانجيل بنعمله في كنيستنا في الطقس، نديله شويه مكانه، ناخده نحطه على اعلى راس في كنيسه، اذا كان البطرك موجود او الاسقف موجود، الكاهن يسلمه لأعلى رتبة يحطه على راسه. ومعنى أن يحطه على أعلى راسه معناه إيه؟ كلام ربنا فوق أعلى راس في الكنيسة، يعني على كل الشعب، ده معنى كده. يقول له أقترح عليك بدل ما أنت عامل نفسك عارف ترجع تاني للإنجيل، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. تشتري، هو مش يقول له أنت فقير تشتري إزاي بقى وهتشتري ذهب، يعني الكلام معناه إيه؟ ازاي هتشتري؟ مجانا طبعا، كل الحاجات بيديها المسيح مجانا.
والمعمودية بناخدها مجانا مش كده؟ يمكن المعمودية الأولى في بعض البلاد بتكلفة، هنا في التأمين بيدفع، لكن في بعض البلاد ممكن المعمودية الأولى تتكلف، إنما المعمودية الثانية اللي هي المجان بالمجان، اللي هي الأهم، اللي هي بتدخل السماء. أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغني، بدل ما أنت عامل نفسك عارف. ارجع للإنجيل واعرف، لما نرجع للإنجيل هيغير لنا أفكار كتير قوي، هنلاقي مبادئ الإنجيل عكس مبادئ العالم. ولو إحنا ما رجعناش للإنجيل هناخد مبادئنا من الجيران أو من اللي بيقول لنا أي حاجة، ونتعلم كده وهو كده والدنيا كلها ماشية كده، إنما مبادئ الإنجيل عكس. فعشان يقول لك أشير عليك، أقترح عليك، بدل ما أنت عامل نفسك عارف كل حاجة، هترجع للإنجيل هيعلمك تتكلم إزاي وتقول إيه، وهيعلمك كل حاجة. أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار كي تستغني، وثيابا بيض لكي تلبس. ثياب بيض لكي تلبس معناها إيه؟ الثياب دي معناها يعني أشير عليك أنك تتطهر وتتنقى من الخطايا. إذا كنت الثياب البيض لبسناها مرة واحدة في المعمودية، ولما بتتسخ بنغسلها تاني بالمعمودية التانية اللي هي دموع التوب، فاهمين؟ المعمودية هي تلبس ثياب بيض. فاكرين مثل الثياب البيض العرس لما المسيح دعا ناس، كان شرحته في كنيسة قبل كده، دعا الناس كلهم يجوا للعشاء فما جوش، اللي هم اليهود، دعا اليهود انهم يدخلوا الملكوت، لما جه المسيح رفضوه فما جوش، فراح المسيح بعت التلاميذ جابوا الامم كلهم اللي هو احنا، ولبسنا الثياب البيض اللي هي المعمودية ودخلنا من الباب. فالمسيح دخل لقى في العرس في واحد قال له ايه يا صاحب، كيف جئت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ يعني أنت مش لابس أبيض وجيت هنا، يا إما أنت ما اتعمدتش وداخل هنا، إزاي داخل السما؟ يا إما أنت اتعمدت وما توبتش فداخل بثياب متسخ. يا صاحب كيف جئت إلى هنا؟ قال لهم امسكوه من إيديه ورجليه وطلعوه بره. فالثياب البيض دي ترمز للنقاوة اللي خدناها في المعمودية مع الحفاظ عليها بالتوب. وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، يعني ما تفتضحش، بدل ما تتفضح في يوم الدينونة. وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. يعني ايه كحل عينيك بكحل لكي تبصر؟ البس نظارة شمس. يعني ايه؟ مين يقول لي؟ الكحل ايه؟ يعني معناها خلي عندك بصيرة روحية، اقتدي البصيرة الروحية، بدل ما انت ما انتش شايف ربنا بيعمل كده ليه. قرب لربنا هتلاقي فهمت الأحداث بطريقة مختلفة. بصيرة روحية، اقتني البصيرة الروحية. وبعدين بقى حس ان هو قرص عليه قوي، فيقوم يقول له ايه؟ كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب. يعني برضو المسيح من حنيته بعد ما قال له انت اعمى وفقير وبائس وازاي وازاي وازاي، يرجع يقول له ايه؟ على فكرة انا بزعق كده عشان انا بحبك. ولاحظوا المعلومة الحلوة دي، ان لما يكون واحد بيحب واحد بيزعق له ويوبخه، لما بيكون ما بيحبوش يسيب. انت ابنك علشان بتأدبه وتربيه ساعات تسخص فيه وتقول له كده غلط، ما ينفعش كده، لازم الصح كده، عشان ابنك وبتحبه وعايز تعلمه الصح من الغلط. انما ابن الناس اللي بره اللي انت مالكش دعوه بيه بيعمل غلط، انت مالك؟ ما ان شاء الله حتى يضيع، مش ابنك. ولذلك المسيح بيفكرنا من فضلكم اقبلوني لما زعق فيكم، لما اديكم قرصة ودن. اقبل تاديب الرب، يقول لك ان ما كناش هنقبل التاديب نبقى نغول، يعني اولاد غير شرعيين او عبيد. احنا اولاد ربنا، لازم نقبل التاديب من ربنا. ساعات ربنا يقدبنا، حتى الكنيسة لما بتقدمنا تأديب كنسي، يجي واحد يقول لأبونا ما ينفعش نتناول دلوقتي غير لما نقدم توبة أو نصلح الوضع الغلط، يزعل. نقول له لا، احنا بنعمل كده عشان بنحبك، عشان تتصلح تبقى كويس. فبعد ما قرص عليه قوي راجع يقول له ايه؟ كل من أحبه أوبخه وأدبه. وكاهن يكلم واحد يقول له لا، أنت بتزعق لي ليه ولا بتنتهرني ليه؟ يقول له فكن غيورا وتب. غير، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه. أنا بقترح عليك، طب مش معنى قال أتعشى مش أتغدى أو أفطر؟ العشاء ده يعني يفرق؟
جاي على بيات بالظبط. يعني انا نفسي ادخل وما اطلعش، اتعشى واقعد واسكن في البيت ونبيت سوا لغايه بكره. فاكرين المسيح في قصه المزايا عم واسع قالوا تدخل معانا وبيت معانا للصبح، خش وتعشى وبيت وكمل مشوار الصبح. فجاي على بيات فعلا، معناها المسيح بيقول اذا قال لي حد ادخل انا عايز اجي وعايز عايز اقعد معاك على طول، بس انت دعيني. طب والوعد ايه بقى؟ او برضو يلاحظ هنا المسيح واقف بيخبط على الباب بس انت ما بتسمعش الصوت. ليه؟ صوت التلفزيون عالي، تتخانق في البيت على طول، فالمسيح بيخبط على الباب بس انا جوه في البيت مشغول بزعق مع المدام والمدام بيزعق مع الاولاد والاولاد بيزعقوا مع بابا وكلنا عمالين نصرخ في بعض، فصوت المسيح مش باين. واخدين بالكم؟ المسيح بيخبط بس انت مش سامع الصوت. ليه؟ عشان في دوشة في البيت او في انزعاج داخلي. لاحظ اي واحد في حالة خناق ما تقولوش بتقرأ ايه ولا بتصلي ايه، دب خناقة كده وعكر دمك وقول لي بعد كده قاعد بتصلي ازاي ولا بتقرأ في انجليزي. طبعا خلاص. ولذلك الشيطان يهمه اول خناقات، يعمل بس كوباية في البيت تتكسر نتخانق عليها، يقعد البيت كله ما يصليش ولا يقرأ انجيل، خلاص الجو اتعكر عكنان اهو. ده مبسوط شوية تسبيح، فندب خناقة خلاص نتعكر. فهو بيقول لك لازم تسمع الصوت، خليك حساس. المسيح بيخبط، ولاحظ ان الباب زمان لما بيرسموا المسيح بيخبط على الباب بيرسموا الاكره من جوه بس، يعني معناها ان المسيح لا يقتحم بالعافيه، بيبقى نفسه يدخل ولكن لا يقتحم بالعافيه. زي ما اكون عارف انا مثلا واحد ومراته متخانقين ونفسي اتدخل واقول لهم بلاش كده ولازم تقربوا لربنا، اي نفسي اتدخل، فاتصل اقول لهم ها عم يقول الحمد لله كل شيء كويس الحمد لله وانا عارف ان الدنيا بايظه، معناها ايه؟ مالكش دعوه. هو المسيح كده، انا عاملين ايه؟ نقول له كويسين خالص الحمد لله، شاكرين مش عايز اي حاجه الحمد لله، غني وقد استغنيت، احنا كل حاجه تمام الحمد لله، لما يبقى في مشكله هنجي لك مفيش مشاكل الحمد لله. تعودين نصلي بس لما يبقى في تجربه او مشكله، لكن الحمد لله الدنيا ماشيه كويس خليك بعيد. فهو بيقول لك الاكره من عندك انت، الاراده عندك انت. مره التلاميذ كانوا بيغرقوا فالمسيح ماشي على البحر وقال لهم سلام، قالوا سلام ايه مش شايفنا بنغرق؟ قال لهم يعني اجي؟ قالوا طبعا مش شايفنا بنغرق. قال لهم طب قولوا لي تعال، فاهمين يعني بيقول لهم صباح الخير انا موجود اهو، تحبوا اجي لكم ولا اسيبكم تغرقوا؟ تعال. هو يعرض ولا يفرض، يفتح الباب. لو احنا فتحنا بارادتنا هيدخل ويتعشى ويبيت، لو انت ما فتحتش تحول وعبر وهيسيبنا للحرس الطائف اللي هو الشياطين. من يغلب الوعد الكنيسة دي فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، اللي هيغلب هخليه يقعد معايا في العرش بتاعي. يعني ايه هيقعد معايا في العرش بتاعي؟ يعني احنا كنا نتصور ان احنا في السماء هنكون مثلا يعني المسيح قدام واحنا جنبيه حواليه وراه قدامه، لكن يقول معي على العرش بتاعي يعني جنبي كده، مكانتنا مكانة المسيح دي تخلينا نعرف كويس قوي ان المسيح بيكرمنا قوي، وما نزعلش قوي لما نكرم القديسين. في ناس تقول لك فين المسيح راح فين عمالين تكرموا القديسين؟ طب يا سيدي المسيح نفسه ساعة المكافأة في العرش بيقول القديسين هيقعدوا على نفس العرش بتاعي. ده مرة كمان قال اللي هيمشي ورايا يعمل الاعمال اللي انا بعملها واعظم منها كمان. هو في كمان اعظم من اللي انت بتعمله؟ شوفوا الى اي درجه المسيح يكرم قديسيه. ما نجيش احنا نزعل قوي لما تقول فين القديسين، او يعني القديسين دول خلاص غطوا على المسيح. اذا المسيح نفسه بيقول القديسين دول هيقعدوا معايا على نفس العرش، يعني نفس الدرجه. طب هم يعني انت عرش قداماني يعني مثلا وهم عرش اصغر شويه جنبك، عرش دي كبيرة قوي، معناها ان هو بيدينا مكانة كبيرة قوي. بس من يغلب معناها ان في حرب، اللي مش واخد باله ان في حرب اساسا، دي برضو كلمة اتكررت قبل كده، اللي مش واخد باله اساسا ان في حرب فده يعني مهزوم من غير ما يحس، مش واخد باله ان هو اتسرق من غير ما من ركز خالص فواخد باله ان هو اتسرق، اللي مش واخد باله ان المكان مليان حراميه وانهم بيحطوا ايديهم في جيبك ويطلعوا اللي في جيبك وانت اتسرقت
معناها انت مش واخد باله ان الشيطان اصلا بيحاربه وسرق منه كل حاجه، وسرق ابديته وهو ما حسش، سرق وقته وسرق صلواته وسرق فضايله وهو كل حاجه من غير ما يحس. فبيقول لك من يغلب فسيعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا. المسيح غلب الشيطان وجلست مع ابي في عرشه. وبعدين الجمل المكرره، من له اذن فليسمع. ومن له أذن فليسمع، يعني اللي عايز يسمع بإرادته يسمع، واللي مش عايز يسمع مهما نقول مش هيسمع، ومهما الحقيقة أصبحت كالشمس برضه محدش هيسمع. ليه؟ ليه مش عايز يسمع؟ ليه الكتبة والفرسين كان واضح قدامهم قوي إن هو ده مسيح النبوات، دول دارسين وشافوا إن هو ده المسيح. قال لهم ابن مين المسيح؟ قالوا ابن داوود، يعني مذاكرين. طب ما تعرف ان هو ده المسيح؟ اشعياء قال ايه؟ مش قاعد يشرح ويتكلم لهم، مش عايزين يشوفوا. طب المسيح قام، ده حتى التلاميذ نسيوا ان المسيح هيقوم بعد 3 ايام. انما الاشرار اليهود قالوا هذا المضل كان يقول انه سيقوم بعد 3 ايام. احنا فاكرين قال ايه؟ احرسوا الحراس الاحسان يجوا التلاميذ ليلا ويسرقوا الجسد ويقولوا ده قام، يعني انتوا عارفين كل حاجه. طب ولما قام مش المفروض بقى يامنوا يقولوا لا ده فعلا؟ لا، نعمل ايه؟ ندفع فلوس ونستمر في الكسبة بتاعتنا. ليه كل هذا العند والاصرار على عدم السماع؟ ما هو واضح. ليه العذرة تظهر وتبقى واضحة ويشوفها كل الناس ونقول ده كلام فارغ؟ ليه؟ ليه مصمم ما تشوفش الشمس اللي واضحة؟ تفتكروا ليه؟ لأنها تتعارض مع ايه؟ كتبه الفرسين. ظهور المسيح وتبعية الناس للمسيح معناها إن الناس مش هتمشي وراهم، هتمشي ورا المسيح، وهم تركنوا. فأي حاجة تتعارض معايا مهما كانت حقيقة بشوفها وحشة، أي حاجة هتلغيني وحشة. يا عم ده المسيح وحش، عمل معجزة إزاي بيعملها؟ يعملها يوم السبت، مش عايزين نشوف. قوم لعازر، يقول لك فتشاوروا لكي يقتلوا لعازر. يا عم ما تفهم بقى، مش عايزين نشوف، لأنه هيتعارض مع مصلحتي الشخصية. ليه برضو بيلاطس مرضيش يسمع للمسيح وكان متأكد أنه مظلوم وعمل تمثيلية وغسل إيده؟ عمل كده ليه؟ عشان الموضوع هيتعارض مع الكرسي بتاعه. قالوا له هنشتكيك اليهود فهددوه، لا أنا عايز أحافظ على الكرسي بتاعي. يبقى الحقيقة واضحة لكن أعمل نفسي مش شايفها عشان هتتعارض مع مصلحتي. لاحظوا اننا بنرفض المسيح اذا تعارض مع مصلحتنا. اللي ابتدى يحب الشر او الخطيه من اي نوع او المال او وهتيجي حاجه تتعارض معاها حتى لو هي الحقيقه مش هيبقى عايزها، لانها عشان كده يقول لك النور جاء الى الظلمه، جاء الى خاصته. ايه يعني المسيح جه فقالوا لا من فضلك احنا عجبنا حالنا كده، زي القصه اللي كانت حصلت واحده بتبشر في الهند. فهي بتلبس يعني بتخش اماكن فيها بلعات ومجاري والدنيا ضربه، وتخدم ناس فقراء في عشر صفيح بتديهم اكل وفلوس، فهي ست غنيه. فلما بتخش نفسها بتتقلب من البلعات والمجاري، فبتجيب بيرفيوم تحطها عشان ايه يعني ايه تقدر تدخل وتطلع من غير ما نفسها تتقلب يعني. فلما هي تحط برفيوم وتخش عشان توزع معونات على الناس الفقراء، الناس الفقراء اللي قاعدين في المجاري والبلاعات يشموا البرفيوم يجي لهم قيء ويرجعوا ويقرفوا. قرفانين من ايه؟ قرفانين من الريحة الحلوة، لكن عايشين في المجاري مش جميلة خالص. فهو كده أحب الناس الظلمة أكثر من النور، ولذلك جاء النور والناس مش عايزة تشوفه. ولذلك لاحظ إن لما حتى إحنا لما الأوضة تكون مظلمة فترة طويلة كده وبيجي واحد يولع نور تقول له إيه؟ اطفي النور. هو الوضع الطبيعي إن الأوضة ظلمة ولا الوضع الطبيعي إن النور ينور؟ الوضع الطبيعي إن النور ينور. لله أنا كل المجد وكرم الأبدين.